هذا سائل يقول: ما رأيكم شيخنا في من يقول أن موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية يمثل عمر، أي يمثل عمر رضي الله عنه العقل البشري الظلوم الجهول؟ هذا كلام سيء ولا يصدر ممن في قلبه محبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يتلمس الأخطاء للصحابة، وهذا عدو للصحابة، إما أنه منافق، وإما أنه شيعي يبغض الصحابة. والذي فعله عمر في صلح الحديبية إنما هو من باب الغيرة، إنما هو من قوة الغيرة على دين الله عز وجل، وظن أن في ذلك غضاضة على المسلمين، لأنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، فهو فيه الغيرة الشديدة، فأراد أن يظهر العزة للمسلمين اجتهادا منه رضي الله عنه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من الله جل وعلا، فالذي فعله عمر إنما هو اجتهاد وغيرة منه رضي الله عنه. نعم، وهو عرف ذلك في النهاية، عرف أنه لو أنه فوض الأمر كما فعل أبو بكر، لو فوض الأمر وسكت لكان أحسن له. أدرك بعد ذلك أنه لو سكت وفوض الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل أبو بكر لكان ذلك خيرا له وأحسن، لكنه رضي الله عنه إنما فعل هذا مجتهدا وغيرة على الإسلام والمسلمين.